فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هل يشترط أو يستحب استقبال القبلة أثناء الدعاء؟ نعم، من آداب الدعاء استقبال القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة، ولما أذاه نفر من قريش استقبل القبلة ورفع يديه ودعا وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ورفع يديه، فهذا من آداب الدعاء أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه أيضا، فإن الله حي كريم استحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. نعم.